قول لي هاي شنو؟ نايس. وهذا شنو كمان؟ فلوس. ساموراي ومحاربين يا هلا. وشنو هاي كمان؟ بدنا نشوف. الله يجيب اللوز. وسكين البنت كمان. واو كله واو شيء حلو. يا سلام عليك. حدث جديد عجلة الدن شو. دايم هلا والله طيب يجيبكم شباب بخير ان شاء الله كل شيء تمام. ورجعنا لكم بمقطع جديد يا احلى الناس. مقطعنا اليوم يا طيبين كما ترون هنالك حدث جديد واليوم راح نشوفه بعد باذن الله تعالى. خلينا نقول بسم الله ليتس جو. يلا يا طيبين ليتس جو خلينا نشوف الاوضاع هون نشوف ما في. طبعا شباب بنبلش مقطع شباب. شو رايكم بالسلسله عم بلشها بشباب الحلقه اللي بالقناه يعني بالقناه بلشت سلسله شباب هلا سلسله لعبه ارك اوكي. طبعا ان شاء الله قريبا ان شاء الله راح نبلش سلسلات ثانيين. اكتبوا بالتعليقات شباب شو بتحبوا ان شاء الله نبلش بسلسلات جديده او العاب هيك على بعض بدي اقول لكم عليه مجرب جرب بلوس اوكي. طيبين مثل ما انتم شايفين هون على ثلاث صناديق ثلاث صناديق شو دايم مو ثلاث صناديق عفوا ثلاث سكنات شب وواحد سكن بنت يب اوكي بسم الله. هذا شو طبعا هون شباب مثل ما انتم شايفين هون عندنا شيء استبدال 45 جوهره نايس ست لفه تمام. شيء فهمته هون تمام. طيب هون عندنا استبدال بنستبدل التوكن عن طريق التوكن التوكن بنحصل عليه بنبدله. هون في شيء ما فهمته ليش هون في هذا هذا ب 40 اوكي هذا ب 50 يعني ليش هذا هيك وليش هذاك هيك وات ذا هيل برو. هذا اوه هذا بل... هذا هذا نظارات 3 دي معلم فهمت علي نظارات ثلاثيه الابعاد معلم يعني بتشوف خلف الكواليس خلف الجدار. المهم الله هذا وهذا نفس الشيء هذا 40 وهذا 50 شو الفرق؟ الظاهر نفس الشيء اوكي هذا هو نفس الشيء تقريبا بس لانه هذا هيك اوكي بتبان من الطرحات لحد يطلع شو بدك يطلع لك هون على اليمين يسار. المهم نشوف بينما هذا طولوا بالكم هذا موجود مره واحده بينما هذا 40 هذا يعني 40 اوكي يلا هات نشوف نبلش ليتس جو اوكي اوه 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 طلعت اوه يا سلام حلو لف كمان اوكي تشغل يطلعنا شي سكي ممكن يطلع اوكي والله صار عندنا تسعه يعني يعني صار جمعنا كثير اوبا لا تعالي سكين مستحيل 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 يا معلم اشي باللوس حلو طلع لي سكين ديم طلع لي سكين جو نايس والله اشي باللوس اخوي طلع لي شي سكين ثاني ديم والله يا شباب لا اليوم يا معلم ده الواحد محظوظ بفري فاير انا خلاص يا سلام اوكي اليوم يا معلم الحظ يعني ايش يلا ولو اعطينا شي سكين اوبا اوبا 25 25 يعني ماشي الحال والله ممكن يطلع لنا شيء سكين انا انا حاسس لكسو دايم ان على حظي اوكي يلا معلش لا شو ينعرف لا ولا لا ان شاء الله تعطيني سكنين يعني معلم مشي باللوس حلو يعني معلم شو بدك احسن من هيك نايس هات نكمل نشوف بسم الله ايوه اوكي لا مستحيل زنجبيل ما طلع اوكي طلعنا شيء اوكي خلينا ندرب مره ثانيه نشوف الحظ شلون ايوه والله شايف انه ما راح يطلعنا شيء سكين يعني ثالث رابع عم بيطلع لي كثير من هذا التوكن هلا هون انا شفت فهمت هلا شيء فهمته صار عندي 42 اوه لازم نص لا لسه ما امنا لا لم نؤمن لسه ما امنا المعلم اللي بعده اوكي هات نكمل نشوف ايوه ايوه ذهبي صار عندنا 10 ذهبي والله لازم اوكي نصبر شوي ثانيه هي صار عندنا 54 اوكي واو 60 ايوه يلا ولو يلا السكين ايوه يلا يا زلمه قولي 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 واحد بنين اطلع لي سكين البنت نايس والله اشي باللوز حلو كثير يعني عليك اوكي 80 80 هلا هذا 40 40 لا طول بالك 15 اها والله لازم 50 معناتها خلص راحت علينا معنا نشوف نصبر شوي نجيب الفيل سكنين والله الحظ قول لي
والله ذاك الطرف الثاني ما بيطلع لنا كثير، بس هذا بيطلع لي كثير والله يا جماعة. اوكي خلاص، شغلة خمسة كمان. ليه؟ اي زيادة كانت. يلا ما عاد حلو. هلا هون يا طيبين. بسرعة عنا هون. هون. انتوا طولوا بالكم. عنا هاد. باقي هاد وقت دم مملوكين. اوكي. وانا مش حاسس ساكت شباب. ماني مرتاح. خلينا نجيب هذا. تمام نعمل له حسنا. اوكي. صار عنا مملوك. لا فكرت يعني قلت ممكن ما يمشي الحال. حلو. هات لي بدي هذا كمان. لا اول ما نخربط. ايوه هذا. لا شو متخربط. هلا والله بزين. ايوه برو. واو. والله نايس معلم. والله حلو. اوكي يا سلام. هلا صار عنا اول شيء. طبعا هون عنا سكن البنت. ايه عرض المزيد. شو عم يطلع علي المرض المزيد. اوه. وهي. قول لي. اي شنو؟ قرر هنا. شو ها؟ مزيد من العلامات. مع حدود المدة 110. شو هاي؟ اوه شوفوا هاي شباب. شوفوا لي هاي. طلع لي ساكورا يا زلمة متهر. هنا في سكن. اوه. هاي صح شباب. هاي شنو هاي؟ والله ما فهم. شو هاي المزيد من العلامات التجارية؟ شو هاي يعني؟ شو هاي يا شباب؟ شو يقصدوا هدول الشباب؟ حد يفهمني؟ ايوه اوكي. اوه شو هاي؟ يا سلام شو السكنات شباب؟ الله غريب عجيب. طب سوري ما فهمت شو راح نبدل الوضع؟ اوكي قول لي هون طلع لي شغله. هون اخذنا هاي صندوق غنائم. كيف راح نبدله هذا؟ نظن نجيبه هذا ولا شو؟ ما فهمنا كذا. حدث راح يكون بالمستقبل الله اعلم. اوكي خلينا نرجع على السكنات هذول. طيب خلينا نفتح نجيب نجرب سكن البيت على خير نشوف شكله بالعب. اوكي هذا السكن الاول البنت. طبعا اول شيء ليريز انجل 8 اوكي سكن ما اشبه شيء صراحه حلو بس ولكن يعني يمكن بيطلع له افكت لاحظت عليه من شوي. يطلع له شيء افكت او شيء صور شوي. هاي شكلي ما اعرف انا فكرت هذا بيطلع له افكت يمكن سكن ثاني سكن الشاب. حلو هذا هو السكن البنت. اوكي ما اشبه شيء حلو شغل ساموراي ما ساموراي وهذول الاشياء التايكوندو ونينجا كل شيء باللوز. هذا هو شوفوا عم بيطلع الافكت. ما لحقت شفت الافكت. اوكي هذا له افكت تمام ما في مشكله. نرجع سكايلر نجي لهون نشوف السكن اللي بعده اللي هو تبع الشاب. اوكي نجي لهون. هون فتح هذا نجرب هذا البنفسجي نايس. اوكي كيف وين؟ ايوه نجرب الو الو. حجي ايوه لا هذا البنت لا عمل تسبيد. دايم نجي لهون لهون نجي لهون نجي لهون. اوبا اوكي هذا بيخفي الحقيبه كمان نايس والله شيء حلو هذا. هي الافكت اللي ورا شايف شو حلو يعجبني هيك افكت انا هيك بتطلع من ورا معلم بذكرني بال 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 بشيء انمي يا زلمه ما بتذكر شو بيشبه هذا نفس اللون تقريبا بنفسجي. خليك اكتبوا لنا بالتعليقات شباب اكتبوا لنا شو اي واحد كان شوف هذا معلم. اوه ايوه اي 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 والله شيء مرتب هالسكين حلو cool bro ادم شلونك كيف الاحوال نايس والله شيء حلو اتس اوكي ما فهمت ليش انا بطلع الافكت بس ما بطلع مره ثانيه بطلع والله اعلم ممكن انا لما نطل شيء حدا او شيء او اسمه الله بكتب لنا هون لنشوف طول الوقت اول شيء بعد بنفتح هذا نفتح البنات على البنات فنحت بنفسجي نفتح هذا الذهبي اوكي تزويد يعني عليه هات لنشوف شو عم بكتب لنا صاحبنا هون معلمنا نفتح السكين نشوف هون اوكي وين هي؟ لا يا رجل لا يا شيخ لا يا جد لا يا معلم هاي اوكي ما نشكل براتيك بيطلع لك حركات او وايت از ذيس حبيبي والله نايس تمام هي الافكت تبعه او هذا شوف هذا تغير له شيء من ورا يعني يعني بنقدر نخفي الحقيبه اوكي مواسات الخاصه المواسات الخاصه عندها استيفاء المعايير جربها في المعبرات الان اوكي هات نجرب نشوف يا هلا بالجميل اي اي يا شباب نجرب نهجم نضرب شي واحد هيك شوت ولا هيك فهمت علي شلون اوكي نجيب سلاح خفيف رصيص فورتي نشوف ممكن مع الفايت يمكن يطلع لنا الافكت تبعه نجرب بس والله حلو كمان هذا ما اشبه شيء اتس اوكي نشوف السلام عليكم ما هو هذا اوه طلع الافكت شوف شلون شباب طلعوا الافكت واو شو هذا الضرب هذا كله طلع لي شو الضرب اللي صار هذا الحمله الحمراء طلعت
ما تطول لاعب انت بتلعب هذا السكين بتطلع له هيك الدويره. لا مستحيل ولو مو لهالدرجه. شو اي 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 السلام عليكم. اي اوكي تعالوا اي ابو الحشيشه. يا اخي بدنا نجرب ولو لا بربك لا بليز 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 حمبوك بليز بلو. هات شوف شو هي طلعت ما طلعت شوف دويره طلعت ما بعرف وين انتبهت. بس بدنا نجرب هذا معلم. اي قتلت كيف هوني؟ اوه لك لا هي تبعت سكايلر لا يا شباب انا حبيبي والله. اوكي لا تبعت سكايلر كانت هي صح صح تبعت سكايلر. والان خلونا نجرب شباب الرابع اللي هو اخر شيء. نجي لهون نجي لهون هذا الاصفراني شكله يعني معلم التوب توب شيء اصفر يعني دائما الالوان الصفراء يعني بتكون ذهبيه يعني بتكون اوه 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 في شيء مرتب والله شيء حلو نجرب. اوكي برو السلام عليكم. اوه هي بعد سكاي والله فكرت السكين كانت ايوه. السلام عليكم. واو شوف الدويرات بعدين تطلع من ورا والله شيء حلو. اتس بوك اتس اتس كول اتس فيري بي كول. اي ربيتك بدي اشوف صاحبنا. السلام عليكم. وش صاحبي؟ وين هذا؟ مات قتله. لا 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 وش لا اقعد اقعد حبيبي اقعد 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 يلا نايس حبايبي الكرام هيك بكون جربنا ثلاث سكنات نايس. ان شاء الله استمتعتوا مع هذا المقطع شباب. لا تنسوا تحت رايكم شباب تكتبوا بالتعليقات شباب في الحلقات اللي فاتت تكتبوا بالتعليقات شو تحبوا بلاش كمان سلسله العاب تختيم اي شيء شباب انا جاهز. اوكي سو طيبين نشوفكم على خير. السلام عليكم.